قال مسؤول أفغاني إن مسلحي طالبان يقومون بتدمير الجسور وزرع الألغام في عدد من القرى التي سيطروا عليها في إقليم قندهار جنوب البلاد. وأضاف ضابط في الشرطة الأفغانية إن أكثر من 700 عائلة اضطرت للهروب من مقاطعة أرغنداب الواقعة شمال غرب مدينة قندهار. وقال مسؤولون إن المئات من مسلحي طالبان سيطروا على عدد من القرى في المنطقة. هذا في وقت تستعد فيه قوات حلف الناتو والجيش الأفغاني للهجوم على طالبان. طبول اندلاع معارك جنوب أفغانستان بدأت تدق، والقوات الأفغانية والدولية تستعد للهجوم على حوالي 400 مقاتل من حركة طالبان متحصنين في قرى في ولاية قندهار جنوب البلاد. الاستعدادة للهجوم على طالبان تؤكدها الحكومة الأفغانية. كما قلت سابقا بخصوص الوضع في قندهار، عناصر القوات الأفغانية تراقب الوضع وستقوم بعمليات عسكرية. تطورات عسكرية دفعت مئات العائلات إلى الهروب من قراهم بعد سيطرة طالبان التي تتأهب بدورها لصد هجوم القوات الأفغانية والدولية. مشاهد النزوح أصبحت تشكل معالم الحياة في كل أرجاء المنطقة. لقد رأيت عناصر طالبان في هذه القرية، لقد منعوا الكثير من الاقتراب منهم، لم أحاول التحدث معهم لأنني أخاف أن يقتلوني، السكان يهربون من القرية بسبب وجودهم. الخوف من الموت في أفغانستان والسعي للقضاء على مقاتل حركة طالبان قد يكون ثمنه حسب المراقبين هو أرواح سكان المنطقة الذين أصبحوا بين مطرقة التهديد المتبادل بين طالبان والقوات الدولية وسندان مغادرتهم لديارهم. محمد نبيل، روسيا اليوم.